يسعد صباحكم. وبلشنا بأولى محطاتنا، واليوم رح نحكي عن موضوع يمكن بيخص كثير من العائلات وهي المدارس. مثل ما بنعرف دائما السؤال اللي بدور عليه الأهل، شو هي المدرسة الأفضل؟ شو هي المدرسة اللي بتعمل تحصيل علمي وبالنهاية ابني ممكن يتفوق ويدخل مجال أكاديمي مميز؟ ومع غلاء الأسعار يمكن كمان بيصير في عائق شوي أحيانا قدام الدخول ببعض المدارس الخاصة اللي صارت مكلفة كثير، مع أنه بالفترات الأخيرة عم نشوف أنه أغلب المتفوقين عم بيكونوا من المدارس الحكومية. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، سمعة المدرسة، تفاصيل كلياتها، مع أحد مدراء المدارس العامة اللي بيشهد إلى طلاب وأهالي كل الطلاب، كل مين تخرج من هاي المدرسة، بأنها نموذجية بالعطاء رغم الأعداد الكبيرة الموجودة فيها من الطلاب. خلينا رحب سوا بضيوفنا لليوم. معنا الأستاذ محسن سعيد، هو مدير مدرسة طبعا ابن كثير الدمشقي. اهلا وسهلا فيك استاذ، يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني هذا الموضوع بهم كثير الناس، خلينا بالبدايه كيف تحضيراتكم للموسم المدرسي الجديد؟ اول شيء شكرا لكم على الاستقبال، وانا طبعا بسرني اني اكون معكم بهاليوم حتى نوضح للاهل كيف كان استعدادنا، كيف نحن رح نهيئ العام الجديد. فنحن في بداية العام اتبعنا البروتوكول الصحي، قمنا بتنظيف المدرسة وتعقيمها تعقيمها جيد، وبالإضافة لذلك تعقيم الخزانات، بالإضافة إلى أننا جهزنا الكتب المدرسية بشكل كامل وتم توزيعها على الطلاب. والشيء الأجمل من ذلك هو استقبال الطلاب التلاميذ الصف الأول، وكان يوم فرح جميل جدا ورائع. هذا اليوم سيبقى في ذاكرة التلاميذ مهما كبروا، سيبقى هذا اليوم خالدا في ذاكرة التلاميذ على مر الأيام. طبعا الكادر التدريسي أيضا كان جاهزا، ومن خلال الأسبوع الإداري كل أمور بالنسبة لنا في مدرستنا الحمد لله كانت جاهزة على أكمل وجه. عم نشوف مشاهد وحضرتك عم تحكي، يمكن هي من اليوم الأول لاستقبال المدارس، يمكن شايفين كيف الأطفال يوم الفرح. نعم يوم الفرح كان يوما جميلا ورائعا. حلوة هي الحالة إنها تنوجد، وخصوصا لما عم نحكي عن أعمار صغيرة يعني بنعرف كلياتنا اليوم الأول بالمدرسة ارتبط بذهن كثير من الناس للأسف بأنه الانفصال عن الأهل، خلصت العطلة الصيفية، ما عاد في نلعب، بدنا نروح على المدرسة، الأساتذة، الانضباط. لما يروح الطالب وهو بعمر صغير ويشوف هذا اليوم ويتذكره، مثل ما حضرتك قلت، قدامهم نحن نخلي هذا اليوم هو يوم ارتباطه بهذا العالم، وانه يكون عنده محبه وهو رايح الدوام. نعم، هذا اليوم بالنسبه للتلاميذ في مدرستنا كان يوما مميزا، حتى ان الاهالي عندما شاهدوا هذا المنظر طبعا هم انفسهم خرجوا، لانهم كانوا في حاله من الارتباك، في حاله من الخوف، في حاله من، حتى التلاميذ ايضا كانت تنتابهم حاله من الخوف كون هذا اليوم هو أول يوم. صحيح. ولكن عندما رأوا هذا الاستقبال الجميل فشعروا بالسعادة، وطبعا هذا اليوم سيكون كما ذكرت سيكون يوم مميزا ويوم مرحا ويوم خالدا في ذاكرتهم. نعم، خلينا نحكي، بنعرف بالظروف اللي نحن فيها صار عنا طبعا فئة اللي سميناها الفئة B اللي بتعاني من فاقد تعليمي بسبب ظروف الحرب، بسبب تأخر بعض المناطق بإرسال أبنائهم وأسباب كثيرة تانية. خلينا نقول كيف عم بيتم التعامل مع الفاقد التعليمي للفئة B ضمن طبعا المدرسة. بالنسبة للفئة B أو الفاقد التعليمي في مدرستنا لا يوجد عندنا فئة B، ولكن هناك في مدارس أخرى يوجد فئة B، وقد قامت مديرية التربية وطبعا بإشراف منطقة أو إشراف مشرفة المنطقة بإجراء اختبارات لطلاب الفئة B. طبعا هذا وكان التعلق وكان مستمر خلال الصيف، لم ينقطع خلال الصيف، وأجروا امتحانات، وهناك من يستحق الترفيع قاموا بترفيع إلى الصف الأعلى. أستاذ محسن، يعني مثل ما قلنا بالمقدمة الفقرة أنه المدرسة فيها كتير أعداد كبيرة، ومع هيك معروفة
بالسمعة الطيبة، ويمكن هذا بيكون هاجس انه كل ما كان عدد الصفوف وعدد الطلاب اكبر، الناس بتخاف انه يا ترى رح يقدروا اولاد ياخذوا المعلومات كلياتها. خلينا نحكي عن هذا التحدي اللي رغم هي الاعداد الكبيره والا انه مع هيك عم يطلع عنا متفوقين دائما من هالمدرسه. طبعا نحن يسعدنا ان يكون لدينا هذا العدد والكم الكبير من التلاميذ. هذا ان دل يدل على مسموعيه المدرسه الجيده. هناك الكثير من الاسباب دفعت الأهالي للتوجه نحو مدرستنا. أولا المدرسة لها مسموعية جيدة وهناك معلمات قديرات ومتميزات في مدرستنا، وهناك أيضا في لدينا القرب قرب الأهالي من هذه المنطقة. أضف إلى ذلك غلاء أجور المواصلات، فدفعت الكثير من الأهالي إلى طبعا الابتعاد عن المدارس البعيدة والتسجيل في المدارس القريبة. وهناك أيضا المدارس الخاصة، لم يعد هذا المواطن الذي يشكل القسط عبئا عليه، فاضطر أن يقوم بتسجيله في مدرستنا. ونحن نستقبل كل التلاميذ، فهذه المدرسة هي مدرستهم أولا وآخرا. نعم أستاذ محسن، خلينا نحكي شوي اليوم عن البيئة التعليمية بشكل عام. حضرتك قد صار لك مدير مدرسة؟ أنا تقريباً شيء 17 عام، أما في ابن كثير صار شيء 3 سنوات. طيب خلينا معناته إذا خلي هيك نعمل مرحلة فاصلة ونقول قبل الحرب كيف كانت البيئة التعليمية، وبعد الحرب وخصوصاً صار في عليكم ضغط أكثر، مسؤوليات أكثر. نحن عم نشوف جيل كامل تقريباً نشأ بهي الفترة من العمر القاسي اللي هي عمر الحرب وآثاره السلبية، ويمكن المدرسة دائما هي الحلقة الأولى المعنية بتهذيب بتعليم بالأخلاق مثل ما بنقول. فخلينا نقول شوي بداية كيف بتوصف الحالة التعليمية، شو الصعوبات اللي طرقت جديدة على عملكم خلال هاي الفترة؟ في هذه المرحلة طبعا في مرحلة ما قبل الحرب هناك كانت الأعداد أعداد قليلة جدا، هناك الكثيرون من الناس قد هجروا من منازلهم، شكلوا أعدادا كبيرة في المدارس، ليس فقط في مدرسة ابن كثير وإنما في المدارس الأخرى. صحيح، هذا العدد الكبير طبعا شكل عبئا على المدرسة، ولكن هؤلاء الطلاب هم في أولا وآخرا هم طلابنا وهم أولادنا، ومن واجب علينا أن نستقبلهم. طبعا هذا العدد الكم الكبير والهائل طبعا شكل عبئا في الصف حيث على المعلمة. المعلمة كانت يعني بحاجة إلى وقت أكبر وأكثر من أجل مثلا مشاهدة دفاتر التلاميذ. صحيح، مشاهدة مثلا والوظائف. فبينما قديما كانت أعداد قليلة، وهذا كان أمر يسير على المعلمة وسهل على المعلمة. طبعا طيب اليوم كمان الإدارة هي فن مثل ما بيقولوا، فن مهارة وشطارة، مو أي شخص قدر يكون مدير. لما عم نحكي عن مدير مدرسة يعني عم نحكي عن كتير من الأمور، تنظيم الكوادر التدريسية، متابعة التحصيل العلمي، يمكن دائما بتفكر شو بدك تعمل شيء جديد السنة بالمدرسة يميز هاي المدرسة ويخلي الطلاب بيحبوا العلم والدراسة أكثر. خلينا نحكي عن هاي التجربة وأهميتها أيضا. طبعا المدير هو أولا وآخرا هو قائد. صحيح، قائد لهذه المدرسة، فعلى المدير أن يراعي جميع مستويات، أن يراعي ظروف المعلمات كي تبقى هناك علاقة الاحترام والود بينه وبين المعلمات. طالما هذا الود والاحترام فإن العملية التعليمية ستكون على أكمل وجه وستسير بالشكل المطلوب. بالنسبة للمعلمات طبعا يسود في هذه المدرسة جو من الود والحب، وبالتالي كل معلمة تقوم بواجبها على أكمل وجه. ومن حيث الطلاب والتلاميذ، هؤلاء التلاميذ طبعا يلاقون المعاملة الجيدة والحسنة من المعلمات، وبالتالي هم يرغبون ويودون هذه المدرسة، وهذا ما دفع أيضا أقاربهم للتسجيل في هذه المدرسة طبعا. ولكن للأسف نحن نتمنى لو كان لدينا مكان أكبر لنستوعب جميع التلاميذ. طيب خلينا نحكي عن المكان الموجود هلأ، يمكن
يعتبر أحياناً المكان هو من الصعوبات اللي توقف عائق بأنه تستوعبوا لسه أعداد أكثر. تقريباً كل صف كم عدد الطلاب اللي موجودين فيه؟ كم حلقة موجودة دراسية ضمن المدرسة؟ نحن في مدرستنا الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الصف السادس، تقريباً وسطياً أو تقريباً أعداد التلاميذ في الشعب 40 أو أكثر من 40 تلميذ. حلو أنه نحن عم نحكي عن هاي الحلقة الدراسية اللي هي من صف الأول لصف السادس، تعتبر من أهم المراحل، يعني تنشئة الأطفال الأساسية أو الإنسان هي بهاي المرحلة العمرية الصغيرة اللي بيكون فيها كتير أساسيات. من خلال خبرتك وتجربتك، أهم شيء بتحب تقوله اليوم لكل الأهل لكيفية التعامل كمان مع المدرسة، قديش لازم يكون في لهم صلة ومتابعة مع المدرسة؟ نحن في المدرسة على التواصل مع الأهل. طبعا أنا أتمنى من الأهل الكرام طبعا متابعة أولادهم في المنزل. في بعض هناك بعض الأهالي الولد التلميذ ذهب إلى المدرسة وعاد من المدرسة ولكن لا يوجد متابعة في المنزل، يجب أن يتابع التلميذ في المنزل، وطبعا أن يكون هناك تعاون بين المدرسة والأهل. إن لم يكن تعاون فهذا التلميذ لن يبلغ المستوى المطلوب، يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وأن يكون تواصل بين المدرسة وبين الأهل. هناك طبعا أيام مخصصة لأهل الكرام زيارة المدرسة، أتمنى من أهل الكرام لو في الأسبوعين زيارة المدرسة لو يوما واحدا، فهذا التواصل طبعا يجعل التلميذ يشعر أن هناك متابعة من الأهل ومن المدرسة، وبالتالي سيكون مستوى التعليمي أفضل وأكثر عندما يشعر هذه المتابعة. أكيد. بالصيف هل تعتبر المدرسة مكان للنشاطات؟ يعني بتعملوا نشاطات ممكن صيفية في مثلا دورات تقوية أحيانا ولا لا؟ نحن في الصيف نعلن عن دورات، ولكن الأغلب التلاميذ يكونوا في طبعا مسافرون إلى محافظاتهم، وأتمنى لو أن هناك كم كبير من التلاميذ في هذه الأندية، ولكن معظم الطلاب يسافرون ويغادرون خارج دمشق. طيب خلال العام الدراسي هل في نشاطات معينة بتحاولوا أنه تعملوها دائما للأطفال والتلاميذ بأعمارهم من الابتدائي المرحلة الابتدائية؟ طبعا هناك المعلمات يقومون بأنشطة أو معلمات يقومن بأنشطة خلال العام الدراسي، وطبعا هذا ما جعل للمدرسة هذه المسموعية العطرة. أكيد. كمان يعني الفترة الماضية كان في تحدي كورونا اللي هو تحدي كتير كبير، وبنعرف يعني كان على المدارس كلها سواء الخاصة ولا العامة هذا التحدي، الانتباه على الصحة المدرسية للأطفال، إذا حسوا أنه في حدا مريض كيف يتم التعامل، ممكن شعبة كاملة أحياناً كانت تأخذ إجازة أو تعطل بسبب إذا اشتبه بحالة كورونا، كيف مرأتوا بهي الفترة الصعبة؟ احنا اولا الحمد لله لم يكن لدينا اي اصابه. كان هناك مشرفه صحيه، المرشده النفسيه كانت تتابع هذه الحالات. اي طالب نشعر انه في حاله اي يعني تشابه الكورونا كنا نطلب من الاهل ابقوه في البيت الى ان يتعافى. طبعا كانت المشرفه الصحيه تراقب هذه الحالات، والحمد لله ان مدرستنا لم يكون فيها أي إصابة من الكورونا. نحن كنا نعقم الخزانات ونقوم بتعقيم الحمامات وتعقيم الغرف الصفية يوميا كي لا نقع في هذه المصيبة أو في هذا المرض الذي قد يؤدي إلى أو ينتشر بين جميع التلاميذ. فحرصا على التلاميذ هناك كان متابعة من قبل المشرفة الصحية والمستخدمات في تنظيف وتعقيم الحمامات والغرف الصفية. أكيد. كمان بنعرف نحن في كثير من التسهيلات اللي انعملت يمكن خلال هاي الفترة لتخفف على الأهل بالنسبة للأعباء المادية، واللي من ضمنها كانت الزي المدرسي. كمان كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ الزي المدرسي نحن لم نكن متشددين من حيث اللباس، فظروف قاسية
على الجميع وصعبة على الجميع. فمن يستطيع فليدخل إلى المدرسة، ومن لا يستطيع فنحن نرحب به أهلا وسهلا، لأننا نقدر ظروف المواطنين في هذه الأيام الصعبة. أكيد من خلال طبعا متابعتك لكل شيء عم بيصير بالمدرسة، يمكن كنا عم نسمع بالأخبار ووسائل الإعلام بشكل عام والفترة الماضية شفنا كتير حالات للأسف كانت صارت عنف للأطفال، أو أحيانا نشوف جرائم نقول معقول أطفال صغار ممكن يطلع منهم هذا الشيء. طبعا مثل ما قلنا تأثير الحرب بيكون واضح بهي المراحل العمرية، أبرز ما مر عليك خلال هي السنوات على أطفالنا وتلاميذنا؟ لا، أحيانا كنا نشاهد بعض مظاهر العنف، سلوكيات غريبة، سلوكيات سلبية من قبل بعض التلاميذ، الضرب أو التعنيف، تعنيف التلميذ لزميله، ولكن طبعا الإرشاد في مدرستنا كان يتابع هذا الموضوع متابعة دقيقة ويشكرون على ذلك، لأن هناك متابعة جيدة فلم تحدث لدينا أي إصابة أو أي حد. وعندما نلاحظ ذلك فنتواصل مع الأهل وتقوم المرشدة بأخذ دورها في ذلك. أكيد يعني حضرتك كمعلم اليوم ومربي للأجيال، خلينا نقول شو أبرز يمكن المواد اللي بتقول لازم تكون هاي المواد موجودة بهالعمر عند هاي الأطفال، لازم ندخل مادة معينة؟ من فترة تحدثوا عن مادة اللي هي خليني أقول المهنية لأعمار كبيرة مشان تنشط هيك وتخلي الشباب يعرفوا يمكن يختاروا بالمستقبل شو بدهم يدخلوا يتأقلموا مع الجو الجديد. هاي الأعمار الصغيرة شو بتحس أنه لازم يكون في عنا مواد تدخل ضمن النطاق التعليمي؟ التلميذ عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة يجب أن تفرغ. هذه الطاقة يفرغ الطاقة في التربية الرياضية. في التربية الرياضية أتمنى أن تكون هناك أيضا حصص أو ساعات تقوم المدرسة بالتعاون مع مدير التربية ولو أقرب مسبح أو أقرب مدينة رياضية وأخذهم إلى تلك المدينة الرياضية فكي يفرغ التلميذ تلك الطاقات. تلك الطاقات، هناك مسابح، ملاعب، مسابح الملاعب. طبعا التلميذ يشعر بالسعادة عندما يذهب إلى تلك الملاعب الرياضية فيفرغ طاقته ويعود إلى المدرسة، وهذا أيضا ما يجعله يتمسك ويحب المدرسة أكثر وأكثر. بالنهاية بدي أتشكرك أستاذ محسن على وجودك معنا، بنتمنى التوفيق لمدرستكم وبنتمنى أكيد دائما تضل من المدارس المميزة إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا وسهلا.